أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، إن العلاقات التشادية المصرية علاقات قديمة وأزلية منذ العهود والقرون السالفة، وشهدت تلك العلاقات تطورا وازدهارا إبان فترة الممالك التشادية القديمة، حيث كانت تربط الشعبين علاقات تجارية تمثلت في تجارة الإبل والأحجار الثمينة وريش النعام وغيرها. أما في ظل الدبلوماسية الحديثة، فإن تشاد ومصر تربطهما علاقات قوية تتمثل في تبادل السفارات والبعثات الدبلوماسية وإيفاد كوادر من الدكاترة والخبراء المصريين إلى الجامعات التشادية، وكذا بعثات من الطلاب التشاديين للدراسة في المعاهد والجامعات المصرية المختلفة. وهناك شركة المقاولون العرب والتي تعمل في مجال البنية التحتية في تشاد، وتوجت تلك العلاقة التشادية المصرية بفتح الخطوط الجوية المصرية للقيام برحلات مباشرة بين القاهرة وإنجمينة. وهذا الحلم الذي كان يتمناه التشاديون منذ أمد بعيد. ولا ننسى المعاهد الأزهرية الثلاثة الموجودة في تشاد في مدينة صار وأبشة والعاصمة إنجمينة، هذه كلها تعزز العلاقات الثنائية بين تشاد ومصر. أعزائي المشاهدين، نتحدث اليوم عن العلاقات التشادية المصرية في مختلف مجالاتها، ولكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهما السفير أدهم محمد نجيب، سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية تشاد. أهلا وسهلا بك سيادة السفير. أهلا بك أستاذ علي، وتشرفت بدعوتك الكريمة للحضور برنامجك. أهلا وسهلا بك سيادة السفير في هذه الحلقة. كما دعوني أن أرحب بضيفي الثاني في هذه الحلقة، وهو سيادة السفير حسن آدم آجي، سفير جمهورية تشاد بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بك سيادة السفير. أهلا عليك، مرحبا بك. سيادة السفير، بداية وعلى بركة الله نبدأ مع حضرتك. بالنسبة للعلاقات التشادية المصرية، شهدت تطورا وازدهارا وخاصة في هذه السنوات الأخيرة، بصفتكم كسفير للبعثة الدبلوماسية المصرية في تشاد، ما هو حجم التمثيل الدبلوماسي بالنسبة لمصر اليوم في تشاد؟ هو طبعا حاليا حجم التمثيل الدبلوماسي المصري حوالي تسع أعضاء في السفارة، طاقم من السلك المالي والإداري، تكون من 4 أفراد، وطاقم من السلك الدبلوماسي والقنصلي، أنا وسيد قنصل عام ونائب رئيس البعثة القائم بالأعمال. وهو طبعا مؤخرا أضيف لأسرة السفارة ملحق عسكري معتمد في تشاد ولكن مقيم في الخرطوم، ولكنه قام مؤخرا بزيارة لتشاد. طبعا احنا في الوضع الراهن ومع التطور السريع اللي بتشهده العلاقات، لان الوتيرة يعني، ويمكن يعيدني في هذا الكلام اخي العزيز السفير حسن آدم، وتيرة العلاقات يعني خلال الفترة 2015-2016 بقت سريعة، الزيارات متلاحقة، وبالتالي طبعا سنحتاج إلى تواجد مكتب ثقافي مصري، تواجد مكتب تجاري مصري، تواجد مكتب عسكري دائم متواجد، لأن زي ما بقول لحضرتك وتيرة العلاقات يعني شاهدت يمكن في العامين الماضيين تطورات لم تشهدها يمكن في عقود ماضية، وتطورات زي ما بقول لحضرتك متلاحقة، تحتاج إلى تواجد مصري دبلوماسي أكثر حتى يستطيع تغطية المجالات، لأن العلاقات زي ما حضرتك تفضلت بجانب طبعا ما هو مفروغ منه ومعروف جيدا من عراقة العلاقات وقدم العلاقات وصلة الدم ما بين البلدين وإلى آخره، العلاقات بدأت تتشعب في مجالات لم تكن متطورة إلى هذا الحد، مجالات الزراعة، مجالات التعاون في مجال الثروة السمكية، الثروة الحيوانية إلى آخره.
ودي يعني انا يعني في اول لقاء لي مع حضره صاحب الفخامه فخامه الرئيس جريس ديفي هيتنو كان توجيهاته لي اوامره، يعني انا بعتبرها امر طبعا، لان يعني الرئيس ديفي يعني يأمرني ومعزتي واحترامي له، امرني بالسعي بشتى الوسائل لتطوير العلاقات في كل المجالات. جميل. بما فيهم التجارة البينية بين البلدين. جميل جميل، ده كبداية للحديث ومدخل. نفس السؤال اللي سألت حضرتك، ممكن نحيل هذا السؤال إلى سيادة السفير، وهو مع حسن الصدفة يعني اليوم أن احنا جمعنا بين سفير تشاد في القاهرة وبين سفير القاهرة في تشاد، ودي أحسن صدفة. سيادة السفير، حضرتك سفير تشاد في القاهرة، ونريد أيضا نعرف حجم التمثيل الدبلوماسي اللي موجود، أي حجم أفراد السفارة التشادية في القاهرة. أولا أتقدم لك يا أخ علي بالشكر الجزيل لاستضافتنا أنا وأخي السفير أدهم للحديث عن العلاقات المصرية التشادية. بالنسبة لحجم التمثيل الدبلوماسي التشادي في جمهورية مصر العربية، يتمثل في شخصي المتواضع كسفير، وأيضا يوجد طاقم دبلوماسي متكون من مستشار أول، وأيضا مستشار ثقافي، وأيضا مستشار اقتصادي، وأيضا يوجد سكرتير أول، ويوجد ملحق عام، وأيضا أخيرا تم إضافة ملحق عسكري للسفارة التشادية في القاهرة، وذلك لدعم العلاقات المصرية التشادية. جميل. التي تشهد تطور ملموس في خلال السنتين الماضيتين. فبالنسبة أيضا كان تمنينا في أن يكون عندنا ملحق إعلامي أيضا، لأن كما تعلم أن الإعلام له دور مهم في توصيل الرسالة بين البلدين، وخاصة هناك كما ذكرت آنفاً أن هناك علاقات تاريخية تربط جمهورية تشاد وجمهورية مصر العربية. جميل جداً. نعم. بالنسبة لي أنت بتقول الآن أنتم محتاجين إلى ملحق إعلامي، وده مهم جداً، يعني اليوم بحجم جمهورية مصر العربية أكبر دولة بالنسبة لي في الشرق الأوسط، أو بثقلها مكانتها في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، مثل هذه الدولة تحتاج ملحق إعلامي بالتأكيد. هل السفارة التشادية في القاهرة والمتمثلة في حضرتك، هل طلبتم من وزارة الخارجية التشادية أن تبعث ملحق إعلامي، وحتى الآن لم يتم إرسال هذا الملحق، ولا حلم ممكن تحلم به في المستقبل وتطلبه من وزارة الخارجية؟ هو الطلب تم تقديم الطلب، لكن نظرا لأن هناك هيكل تنظيم لوزارة الخارجية، وأيضا كان هناك مشروع قرار بعرض المجلس الوزراء للاتفاق عليه، لأن لابد أن يتم إضافة بعض الملاحق، لأن هناك سفارات يوجد بها بعض الملحقين الإعلاميين، وأيضا في سفارات يوجد فيها بعض الملحقين المختلفة، لذلك لكل دولة لها خصوصياتها. صحيح. كما تقول، لكن نحن تمنينا لوضع مصر وأهمية مصر للتشاد، وأيضا كما ذكرت الإعلام المصري إعلام قديم، وأنت يعني أعلم بذلك مني أكثر للخبرة التي توجد في جمهورية مصر العربية وخاصة في الإعلام، وأيضا هناك يعني اتصال مباشر، إن لم يكن كل 3 شهور أو شهرين يكون دورات في مجال التدريبية، وده شيء يعني مهم جدا يرسخ العلاقات ويشجعنا في ان احنا لا نكسل في طلب المزيد. صحيح. او طلب ان لابد ان يكون هناك ملحق اعلامي لكي يقوم بمتابعه
الأمور اللي تخص البلدين. بالنسبة للجوانب التي تتركز عليها العلاقات بين البلدين حالياً، في 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 دول كثيرة علاقاتهم بترتبط بمجال معين من 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 العلاقات أو من الخدمات التي تقدم بين الدولتين. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن العلاقة بين مصر وتشاد والخدمات اللي بتقدمها كل طرف للآخر، ما هي مجالات التي تتركز عليها تلك العلاقات المصرية التشادية؟ لا، هي العلاقات المصرية التشادية في شكلها الحالي أصبحت تتركز على عدة مجالات، المجال التجاري الاقتصادي، بمناسبة كمان حضرتك ذكرت خط مصر الطيران للركاب، في 14 مارس الماضي نجحنا بفضل الله وبفضل معاونة الإخوة التشاديين في أن أصبح فيه خط شحن جوي. يعني حاليا في شحن جوي بين تشاد، في شحن جوي بين مصر وتشاد، طائرة مصر الطيران، وهي مفروض كان بدأنا برحلة أسبوعية مع التزايد المضطرد، وهذه كانت من أجمل المفاجآت. رحلات بتزيد، ساعة الطائرة يمكن ليست مقارنة بشركات أخرى حوالي 40 طن، ولكن الطائرة بتأتي محملة بالكامل من مصر، وبدأت تدريجيا تعود أيضا من تشاد، وده ما نريده، محملة بالكامل. أصبحنا النهاردة بنشاهد مجال التعاون الزراعي، مجال القافلة الطبية، المجال العسكري والأمني، مجال التعليمي، وده برضو يعني يمكن تضاعف حجم عمل السفارتين، سواء يعني سفارة مصر هنا وطبعا سفارة تشاد في القاهرة، حجم العمل تضاعف، لأن بقينا أصبحنا نغطي عدة مجالات وعدة موضوعات وكلها متشعبة في المجال. نعم أكيد، وأكيد كلما زاد مجال العلاقات كلما تطلب من البعثات أن يزيد عدد طاقم البعثات واختصاصات كل واحد موفود من البعثة. حدثنا عن الطلبة التشاديين الحالية موجودين في مصر، يعني نعرف كون هناك في كمية كبيرة من الطلبة التشاديين موجودين في الجامعات والمعاهد المصرية، بالنسبة لأحوالهم الدراسية الجامعات التي يدرسون فيها في مصر حاليا. طبعا هناك يعني عدد لا بأس به من الطلبة التشاديين في القاهرة، عددهم ما بين 700 و800 شخص. جميل. منقسمين في إلى عدة محافظات، لكن أغلبها طبعا في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان، وأيضا هناك جامعة الإسكندرية أيضا، وتوجد بعض الطلبة في بعض المحافظات المصرية عدد 2 أو 3. والأزهر الشريف أيضا. والأزهر أيضا كما تعلم يوجد فيه عدد يعتبر من أكبر طلبة التشاديين المتواجدين في جامعة الأزهر. وأيضا هناك يعني دعم ملحوظ من السلطات المصرية بزيادة، لأن طلبنا زيادة، لأن السلطات العليا طلبت بتوجيهات خاصة بزيادة خاصة المجال المهني ومجال الفني، وخاصة الكليات العملية، وخاصة كما تعلم أن هناك كلية طب مرموقة في جمهورية مصر العربية. جميل. يشهد لها في القصر العيني ولها أكثر من 100 عام أو ما يقل، فلذلك الحمد لله يوجد أكثر من 10 أو 15 طالب تشادي يدرس الطب، منهم 3 في درجة الماجستير. عجيب. وهذا شيء جيد جدا، ومنهم أخت خارجة الآن رجعت إلى تشاد والآن تشتغل في مستشفى الأم والطفل. فده شيء مهم جدا، وكما تعلم الدور التعليمي في مصر متطور جدا، ونتمنى زيادة هذه المنح أو عدد الطلاب التشاديين لكي يتم يعني دعمهم بكل الوسائل الموجودة في جمهورية. أحوالهم الدراسية هناك طبعا كما تعلم، هناك هم انقسموا الطلبة إلى لهم منح دراسية، ومنهم من أسرته تؤول. فكما تعلم أن ظروف المنح يعني ليست بجيدة كما تعلم سابقا،
لكن خلال السنتين الماضيتين وبجهد مشكور من السلطات المصرية تم طبعا رفع بعض الإعانات للطلبة، وأيضا هناك منح تشادية أيضا، وأيضا الأزهر أيضا قام بزيادة المنح التي يمنحها للطلبة التشاديين المتواجدين في جميع الكليات جامعة الأزهر. والحالة العامة يعني ليست بسيئة، وهناك طبعا في بعض الصعوبات، لكن نحن نحاول مع السلطات المصرية مشكورة بدعم السفير أيضا في بدعمنا مع وزارة الخارجية ومع وزارة التعليم العالي المصري. والشيء بالشيء يذكر، يعني لابد أن نذكر بأن سيادة الوزير وزير التعليم العالي التشادي البروفيسور مكاي كان في زيارتين يعني في خلال 6 شهور إلى هناك، وهو ملم بدور الطلبة وأحوال الطلبة ومشاكل الطلبة. والرجل يعني لا يبخس يعني وقته في أنه، لأنه رجل أكاديمي ويعلم أحوال الطلبة. صحيح. فلذلك يعني الأمور ماشية في طريق. جميل, جميل جدا. في 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 طلبة بيجوا من السعودية، طلبة تشاديين بيأتون من السعودية للدراسة في جمهورية مصر العربية، وكثير ما يقول أن هؤلاء الطلبة الذين يأتون من جمهورية يأتون من السعودية، تشاديين يأتون من السعودية إلى للدراسة في في الجامعات المصرية، هؤلاء الطلبة أحيانا بيحصل فيهم ارتباك في وجود المنح في السنوات الماضية، لكن ما أعرف الآن كيف أحوالهم الطلبة اللي بيجوا من السعودية. لا، هو هناك أنت كما تعلم أن في جالية تشادية في المملكة العربية السعودية، وكما تعلم أن التعليم هناك لا يسمح للطلبة، فلذلك الطالب الحاصل على الشهادة السنوية بقوم بالتسجيل نفسه عن طريق النت، وهذا شيء يعني مجاني، وإذا تم قبوله سوف يعني يقوم بتجهيز نفسه بحضور إلى القاهرة ويأتي إلى القاهرة، وبعد ذلك يقوم بالاتصال بالسفارة، وبعد ذلك السفارة تقوم بتقديم أوراقه إلى الجهات المعنية. وإحنا وجدنا إشكالية يعني كبيرة جدا، لأن كما تعلم أن الطالب يأتي وليس له منح، ومن الصعوبة جدا أنه يستطيع أن يتكفل بالمصاريف نفقات الدراسة لأنها مكلفة جدا. فأيضا المنح الممنوحة للسفارة وأيضا للطلبة التشاديين محدودة. فهذه كانت إشكالية، والحمد لله وجدنا أيضا تجاوب يعني، ونشكر يعني السلطات المصرية بأن شخصيا تقدمت بطلب، لأن كان هناك طلبة منذ 2008 2009 2010 وهكذا وليس لهم منحة. هناك طلبة تم يعني تخريجهم ولا يستطيعون ان هم يحصلوا على شهادات. فكل الامور هذه يعني حاولنا مع الملحقية الثقافية والمستشارين الثقافية في حلحلة هذه المشكلة. جميل. والحمد لله يعني تخطينا بعض مشاكلها، والحمد لله في طريقة إلى حلها. جميل جدا. ومعليش يعني من فضلك أيضا فضل. لأن لابد أن أيضا من هذا المقام أقدم دعوة لإخواننا التشاديين المتواجدين سواء في المملكة أو في خارج جمهورية مصر العربية، لابد أن يتم الاتصال بالسفارة قبل المجيء، لأن يعني نحن لا نبخس إن الناس أشياءهم، وسوف نوفر لهم كل ما أتينا من إمكان، لكن يساعدونا. لكن يعني دي رسالة أيها السادة المشاهدون، دي رسالة موجهة من سفير تشاد بمصر، يعني بطلب من كل الطلبة التشاديين الموجودين خارج جمهورية مصر العربية أو الموجودين خارج تشاد ويريدون الدراسة في الجامعات المصرية عليهم بالاتصال بالسفارة قبل المجيء، لأن تدخل الانترنت تملى البيانات ده ما حلل، يعني ممكن تملى البيانات ويتم قبولك، لكن بعد ما تأتي إلى جمهورية مصر العربية ستواجه بعض الصعوبات المتمثلة في المنح الإعفاء أو دفع الرسومات الدراسية. ولذلك السفير يطلب منكم المشاهدين الأعزاء أو الطلبة الذين تريدون الدراسة في مصر أن تتصلوا بالسفارة التشادية في جمهورية مصر العربية.
سيادة السفير، أن احنا الآن نتحدث في مجال المنحة، والحمد لله السفارة المصرية الموجودة في جمهورية تشاد لعبت دورا كبيرا في منح الطلبة التشاديين منح دراسية للدراسة في جمهورية مصر العربية، ودي ده مشهود لها، وكثير من الناس يتحدثون أن السفارة المصرية الموجودة في تشاد لعبت دور كبير في منح الطلبة التشاديين. نريد أن تحدثنا أن اولا ان المنح واقسام المنح وكيفيه، لان هناك في منح تاتي من وزاره التعليم العالي ومنح من الازهر الشريف، وكيفيه الحصول على هذه المنح. هي المنح اولا زي ما حضرتك تفضلت، مبدئيا اضيف لكلام اخي العزيز جناب السفير حسن ادم بالنسبه لزيارات البروفيسور مكاي معالي الوزير مكاي مصر، كانت هناك ايضا تخلل الزيارتين، زيارة معالي وزير التعليم العالي المصري الدكتور أشرف الشيحي، وقمنا بوضع حجر أساس لجامعة الإسكندرية فرع الجامين في منطقة تكرة. وطبعا يعني شهدنا تخريج أول دفعة طلبة تشاديين من كلية زراعة جامعة الإسكندرية فرع نجامينة، ودي كانت مفخرة بصراحة ونواة لزيادة الكليات، لأن هيكون في كلية طب بيطري، كلية بجانب الزراعة يعني كلية صيدلة، وسنتوسع لأن المنطقة كبيرة والكومباوند هيكون يعني مكان كبير، جامعة كاملة متكاملة تمثل جامعة اسكندرية. بالنسبة لموضوع المنح، احنا بيجي لنا نوعين من المنح، بتيجي عدد معين لكل دولة، احنا السنة دي جالنا 19 منحة، ومع ذلك كان وجه معالي وزير التعليم العالي بزيادة عدد المنح، وبتأتي منح من الأزهر، وصلت إلى حوالي 30 منحة حتى الآن. بيقوم الطالب التشادي بالتوجه إلى السفارة لاستلام السفارة المصرية، استلام الاستمارة. في عندنا حاجة اسمها مكتب التنسيق، بيملأ 4 رغبات. مكتب التنسيق في مصر ده بينطبق على الطلبة المصريين يعني جميع الطلبة المتقدمين للجامعات المصرية، بينظر إلى الدرجات مجموعه في الثانوية العامة بعد معادلة شهادة الثانوية العامة التشاديه مع الثانويه المصريه، ويقوم بملء هذه الرغبات، بنرسلها الى القاهره، فمكتب التنسيق حسب درجته المعادله، مثلا هو جايب مجموع يؤهله لكليه، لا يؤهله لكليه الطب ولكن يؤهله مثلا لكليه التجاره او كليه الهندسه، فهو بيكون كاتب في الرغبات، يعني هي بتبقى احد الرغبات ستجاب، لكن ممكن ما تكونش الرغبة الأولى، ممكن ما تكونش الرغبة الثانية. الموضوع واجهنا برضو بعض المشاكل، إن زي ما تفضل سعادة السفير، احنا شاهدنا حالة ركود كده في فترة 2008 9 10 في الموضوع ده، تم معالجة هذا الموضوع والحمد لله يعني ماشيين في اتجاه زيادة المنح الدراسية، وده كان وعد، يعني وعد بوزير التعليم العالي المصري، وكرروا يعني وعد كرروا اثناء زياره معالي الوزير التعليم العالي الشادي، وعندما كان هنا في نجامينا، واظن حضرتك كنت حاضر لقائه بالطلبه الشاديين المتخرجين من الجامعات المصريه، اصبح منهم طبعا ناس افاضل زي حضرتك، قضاء، محاميين، ضباط في الشرطة إلى آخره، وأيضا وعدكم أن المنح ستزيد بالنسبة للطلبة التشاديين بإذن الله. جميل جدا. أنت حضرتك دلوقتي بتكلمنا بتقول المنح اللي من وزارة التعليم العالي 19 منحة، السنة دي جت 19 منحة. جت لي 19. ال 19 منحة دول كيفية توزيع هذه المنح إلى الطلاب الذين يستحقونها؟ إحنا بنعلن في السفارة، وبرضو أنا يعني بأعلن عن يعني عن طريق برنامج حضرتك الموقر، إن في هناك فترة تقديم، هي كمان دي
نقطة رسالة برضو أحب أوجهها لأبنائنا الطلبة الشاديين، إن في فترة تقديم معينة بتنتهي خلال آخر شهر يوليو 7 علشان الأوراق تحول على مكتب التنسيق، لأن الدراسة في سبتمبر، حضرتك درست في مصر وعارف. ف يعني المنح بتصل يعني في أواخر شهر فبراير مارس، فبنعلن بنضع لوحة سفارة والحاضر يبلغ الغائب، وممكن نلاقي آلية أخرى برضو للإعلان عن إن في منح دراسية جت وصلت ونتحدث فيها ونجد الآلية دي. للأسف بيجي ودي يعني دي بتبقى يعني طبعا صعبة على الواحد لما يجي طالب جاي وجايب درجات جيدة، بس للأسف بيكون مكتب التنسيق قفل، لأن هذه الطلبات بترسل بالحقيبة الدبلومية. جميل جدا. أن احنا في بعض الطلبة بيشتكوا، بعض الطلبة التشاديين بيشتكوا بيقولوا أن احنا منمنح المنحة، يعني ممكن أسماءهم تأتي مقبولين السنة دي للدراسة في جمهورية مصر العربية، تم قبولهم، لكن للأسف الشديد الطلاب بيتأخروا 6 شهور 7 شهور ماشيين وجايين السفارة، التذاكر ما بتجيش. السبب إيه؟ طبعا في يعني انا ما اقدرش اقول لك، يعني احنا بنتكلم بصراحه طبعا، ويعني واحنا يعني انا كسفير مصر في تشاد بعتبر نفسي مصري تشادي، فطبعا بتحدث هناك بعض العراقيل في موضوع التذاكر، وهي اغلبها عراقيل بيروقراطيه، وبرضو يعني بنحاول نتغلب عليها، لان فعلا زي ما حضرتك تفضلت انا لمست هذا الموضوع، الطالب بيفضل فين التذكرة، وبنبدأ نرسل للقاهرة، القاهرة تتأخر في الرد، فطبعا هذه مشكلة يجب أن أعترف بها، ولكن برضو بقول إن احنا في صدد وجود حل ليها. وبعدين بننسق كمان، يعني يمكن أنا وأخي العزيز جناب السفير يمكن بنبقى على اتصال يوميا، تليفونين، مش لحل بس الموضوع، يعني في جميع الأمور. صحيح. يعني تقدر تعتبرنا يعني فريق عمل واحد مشترك. جميل. سيادة السفيرة، الكلام ده ملاحظ طبعا في الطلبة الجادين قدموا للمنحة في مصر وتم قبولهم بالفعل، حتى الأسماء جاءت كونوا فلان وفلان خلاص تم قبولهم، لكن للأسف الشديد التذاكر بتتأخر، الإجراءات السفر بتتأخر، يعني أحيانا ممكن يضيعوا سنة كاملة ماشيين السفارة وجايين. هل أنتوا كسفارة شادية موجودة في 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 القاهرة، الموضوع ده ممكن مرة من المرات سمعتم به ولا ما سمعتم به، ولا هل طلبوا منكم مساعدة ولا لا في المجال ده؟ لا، هو أكيد يعني كما ذكر السيد السفير في تنسيق يعني يمكن شبه يومي بيناتنا، وأيضا يعني تنسيق مع الجهات المصرية اللي هي منحت أو وزارة التعليم العالي بمعنى أصح، هناك قسم إدارة الوافدين أو المنح للوافدين، فهذه المشكلة هي مشكلة ليست فقط للطلبة الشادين فقط، يوجد بعض الدول الأفريقية أيضا في القاهرة تواجه نفس المشكلة. لكن مؤخرا يعني قبل 2 أو 3 شهور يعني تم الوزير الجديد، يعني حتى هذا الموضوع تم توصيله بجهات الدبلوماسية، ووعد بأن إن شاء الله سوف يتم يعني إزالة هذه المشكلة، لأن هناك طلبة يعني يضيع منهم سنة كاملة، وهذا يعني شيء غير مرغوب. وهناك أيضا يعني طبعا من له استطاعة من الطلبة بيقوم بقطع تذكرة من عنده ويذهب إلى هناك، وبنحاول إحنا كسفارة إن إحنا نسهل له الإجراءات، وأيضا يعني الإخوة في وزارة التعليم العالي وإدارة الوافدين بيكونوا مرنين في إذا تم التأخير لمدة معينة أو كذا، لكي يلحق على الأقل الترم الأول الطالب، وخاصة في الكليات العملية كما تذكر نظام الترمات. وأيضا هناك خبر جيد جدا، لأن هناك كلية طب بالفرنسية في جامعة الإسكندرية، هذه موجودة، وأيضا مرحب بأي طالب تشادي متفوق إنه يقدم أوراقه ويقبل بذلك، وسوف
يعني الدولة تدعمه في أن تجد له منحة. يعني من اليوم في هناك كلية طب باللغة الفرنسية. باللغة الفرنسية. أي طالب جادي عنده بكالوريا بدوره ماشي بدرس في مصر طب باللغة الفرنسية موجود. جميل جدا. سيادة السفير، احنا تحدثنا عن الطلبة التشاديين وتوزيعهم في الجامعات المصرية، لكننا لم نتحدث عن الجالية التشادية الموجودة في جمهورية مصر العربية. قيل أن هناك في جالية تشادية كبيرة موجودة في مصر، وفي تشاديين تزوجوا من مصريات وموجودين الآن في جمهورية مصر العربية. كيف تعيش الجالية، وهل السفارة تتفقد أحوال هذه الجالية؟ الجالية التشادية جالية كبيرة جدا، عددها لا بأس به، وهناك من هم لهم عشرات السنين، من لهم يمكن 20-30-40 سنة وما أكثر من ذلك، ويوجد في بعض المحافظات منها الإسكندرية، منها بورسعيد، منها أسوان، فلذلك عددهم جيد جدا، وهم في تنظيم جيد جدا، لهم رئيس للجالية ولهم مكتب أيضا بيقوم بتدبير أمور الجالية، وهناك تنسيق جيد جدا مع السفارة، إذا هناك أي مناسبات، هناك أي أمور، فسوف يعني السفارة تنسق مع الجالية بالتنسيق مع رئيس الجالية أيضا في تنظيم هذه الأمور. وأيضا هناك طبعا يوجد بعض المشاكل، لأن طلبنا حصر عدد الجالية لكي نعلم حقيقة ما هي المشاكل التي تواجهها، لأن هناك من له أوراق، من لم له أوراق، هناك أمور قنصلية لابد أن يعني لأن لابد أن المقيم هناك يكون له أوراق رسمية حتى سواء مصرية أو سواء تشادية. وأيضا أخيرا يعني تم يعني يشكر السلطات المصرية اتخذت قرار، لأن الشادي أو الأجنبي الذي يتزوج من مصرية بعد 5 سنوات له الحق في أنه يحصل على الجنسية المصرية. جميل جدا، هذا شيء جيد جدا، هو أو الأولاد أيضا ناهيك عن الزوج. نعم جميل. الشادين الموجودون في بعض الدول لديهم صعوبة في الحصول على الإقامة، خاصة بعد ما يمنح إقامة السنة وتنتهي إقامة السنة، عندما يأتي للتجديد أحيانا قد يرفض إعطاء إقامة. بالنسبة للتشاديين الموجودين في جمهورية مصر العربية في جانب الإقامة، ما هي مشاكلهم؟ هناك نوعين طبعا، تعرف هناك نوع من التشاديين المتواجدين الطلبة وأيضا الجالية. بالنسبة للطلبة لا يوجد أي مشاكل، لأن أي طالب يمنح إقامة سنوية حتى ينتهي من دراسته. وبالنسبة للجالية أيضا كان هناك صعوبة في كيفية حصول التشادي أو الأجنبي على الإقامة المصرية إذا لم يكن متزوج من مصرية، أو إذا فالآن أيضا الجوازات المصرية أو الجنسية قامت بإعادة يعني بعد كتابتنا لوزارة الخارجية، وحتى كان لنا باع مع سيادة السفير في هذا الموضوع، لأن الموضوع حساس شوي، ولذلك الآن تم يعني أعطانا وعود بأن سوف يتم دراسة خاصة المواطن التشادي المتواجد في مصر له حالة خاصة، وده شيء ممتاز جدا، وده نتيجة العلاقات الطيبة التي تربط خاصة خلال الأيام هذه بين البلدين، وإن شاء الله سوف نجد يعني حل هذه، لأن هناك فعلا بعض التشاديين المتواجدين في حاجة إلى يعني تسوية أموره يعني كما يقولون، خاصة في جانب الإقامة. والآن الميمة السفارة تبذل جهود مع الجهات المسؤولة بالنسبة لوجود حل المشاكل اللي بتعاني منها التشادين الموجودين في جمهورية مصر العربية. أحيانا التشادي الموجود في مصر العربية في ناس أنت بتقول لهم عندهم 40 سنة كلهم موجودين، أولادهم ولدوهم هناك وكل حاجة هناك. بالنسبة للباسبورات، كيفية الحصول على الباسبور أو جواز السفر في تشاد؟ هناك طبعا زي ما تقول إجراءات متبعة، أن المواطن يقدم إذا هو مقيم في مصر يأتي بشهادات الميلاد المعتمدة ويقدمها إلى الشؤون القنصلية، وسفارة تقوم بإرسال الأوراق إلى وزارة الخارجية، وزارة الخارجية مشكورة ترسلها على إدارة الجوازات، ويمنح فوري الجواز السفر من غير ما يأتي بدون ما يأتي إلى هنا، لأن لا يمكن سوف يعني يتنقل تكلفة، فهذا شيء برضو من التسهيلات
التي تقوم بها وزارة الخارجية والسفارة جميل. لتسهيل أمور المواطنين. جميل سيادة السفير. ده كلام جميل سيادة السفير. بالنسبة لجمهورية مصر العربية لم يقتصر دورها على الطلبة فقط، بل هناك في دورات تدريبية أو هناك في دورات تنظمها جمهورية مصر العربية، وتقدم مصر دورات تدريبية للتشاديين ولكثير من المؤسسات التشادية. نريد أن تحدثنا عن نوعية الدورات التدريبية التي تأتي سنويا من مصر إلى المؤسسات التشادية، وهل هذه الدورات منتظمة أم لا؟ شوف أقول لك حاجة مبدئيا، يعني افتخر أن أقول لحضرتك أن 2015-2016 عدد الدورات الممنوحة للجانب التشادي، الدورات التدريبية في شتى المجالات نقدر نقول متضاعف على الأقل، يعني في أقل تقدير 12 ضعف. عجيب. تمام. الدورات يعني أنا مش هقدر أذكر كل المجالات، لكن بنتكلم طبعا مجال الشرطة، مجال قوات مسلحة، مجال القضاء. أنا لسه امبارح جاي لي دورة في القضاء، البرلمانيين، تمريض، ولما بتكلم شرطة أنا مش بتكلم بس، أنا بتكلم في مجال حماية الشخصيات العامة، مجال علوم المرور، ومجال الجريمة المنظمة، مجال مكافحة المخدرات. يعني الشرطة لوحديها فيها حوالي 34 مجال. جميل. يعني خلال العامين 2015-2016 في دورات للتمريض، دورات للأطباء، يعني بقول لحضرتك شات دورات في مجال الثروة السمكية، دورات في مجال الزراعة، دورات الصحفيين طبعا. صحيح. يعني فبقول لحضرتك يعني انا شخصيا يعني احصد كل الدورات، لكن لا اقدر اقول لحضرتك ان هي يعني زادت تقريبا 12 ضعف، وبتبقى يعني ليها صدى. واظن يعني يمكن حضرتك يعني كنت شرفتنا في مصر في احدى هذه الدورات، ويعني وحضرتك يعني عند العوده اشرت ان هي كانت مفيده ومثمره. يعني وده رد الفعل برضو، لان احنا بنبقى حريصين لما يعود الزميل الشادي سواء دورة الشرطة أو دورة في قوات مسلحة أو دورة الإعلاميين أو دورة أطباء، إن هو يشرفنا في السفارة نسمع وجهة نظره، نشوف إذا كان فيه هناك أي ملاحظات حتى نطور، أو يعني أو لو في أي أخطاء أو كده، فنستمع إليهم عشان نبقى حريصين دائما على تقديم أفضل وأجود. والدورات دي منتظمة؟ منتظمة تمام. بالنسبة للتسهيل ذكر عدد من الدورات، وبتقول الدورات دي كثيرة جدا. بالنسبة للدورات اللي بتيجي في السفارة المصرية، كيفية توزيع هذه الدورات لأصحابها؟ كيفية توزيع الدورات؟ أنا طبعا كما يعلم أستاذي وأخي العزيز السفير حسن آدم، جهة التخاطب لأي سفارة هي في الأساس وزارة الخارجية. فبنقوم بعمل مذكرة نوت فيربال إلى وزارة الخارجية التشادية مرفق بها شروط الدورة. يعني مثلا بتيجي دورة مثلا نمسك مثلا مثال ضباط الشرطة، إن في دورة مكافحة إرهاب عايزين عدد 3 مرشح أساسي وعدد 3 مرشح احتياطي من رتبة ملازم أول لحد رتبة مثلا رائد، وإن يكون عنده خبرة في كذا وحالته البدنية والصحية ويبقى مرفق تقرير صحي. يعني بنبعت كل هذا الكلام لوزارة الخارجية. للأسف الشديد، وهذا ليس مختصرا على الخارجية التشادية بل بالعكس يعني الخارجية المصرية كما يعاني كمان جناب السفير برضو، إن في هناك بطء في تحريك الورقة. الخارجية بتضطر تخاطب الجهة مثلا وزارة الإعلام أو وزارة الأمن العام أو إلى آخره، هذا الموضوع بيأخذ بعض الوقت، ولكن بيجي لنا المرشحين. يعني هو بيحصل شوية تأخير في الرد على المرشحين، لأن بيجي لنا المرشحين
بيشرفونا في السفارة معهم السي فيز ومعهم المستندات المطلوبة وبينزلوا الدورات، وهي الدورات كلها مدفوعة من جانب الدولة المصرية، تذاكر الطيران ذهابا وإيابا بجانب الإعاشة كاملة بجانب برنامج ثقافي وسياحي وطبعا بجانب التدريبات. جميل جدا. في بعض الناس بتشتكي بتقول الدورات التدريبية بتجي السفارة المصرية والسفارة المصرية بتخاطب الجهات المسؤولة، لكن للأسف الشديد الجهات المسؤولة ما بترشش حد، الجهات المسؤولة ما بتقترش حد لغاية الزمن بيمشي. يعني السفارة المصرية بتخاطب الجهات المسؤولة بتقول لهم مثلا رشه 5 شخص أو 6 شخص لمجال كذا، الجهات المسؤولة دي ما بترشح حد ولا بتختار حد لغاية الزمن المسموح للدورة بينتهي. والكلام ده في ناس بتشتكي بتقول عدد مرات حصل، هل الكلام ده صحيح حصل؟ هو يمكن يعني عشان نبقى منصفين، يعني الجهات التشادية بصراحة يعني إذا حدث هذا يمكن أنا لمسته مرة واحدة، وده كان خطأ بيروقراطي، حضرتك عارف ورق رايح ورق جاي، فقد يكون يعني الورق زي ما بنقول يعني تاه، ورقة تاهت، بس يعني دي حالة، يمكن حالة واحدة اللي لمستها. لكن بصراحة الجهات التشادية بتلتزم وبيبعتوا لنا المرشحين، والمرشحين بيشرفونا في السفارة بأوراقهم وكل. المشكلة مش دي، لأن دي زي ما بقول لحضرتك يعني حالة فردية أو حالتين، وانا واثق على يقين ان ده ورق بيتوه يعني في اي مؤسسه بيروقراطيه، يعني حتى مثلا عندي في السفاره اكيد عند جناب السفير، اي مؤسسه فيها ورق رايح ورق جاي ممكن ورق تتوه. المشكله مش في كده، المشكله في التاخير على الرد علينا، بيضعنا في بعض الاحيان في حرج يعني امام القاهرة. يعني مثلا تاريخ بداية الدورة يوم مثلا 24/8، فالجهة المصرية عايزة تبعت التذاكر، صحيح، عايزين صور جوازات السفر، المرشحين هم اللي بيتأخروا في تقديم الأوراق المطلوبة، في تقديم الأوراق. تبص تلاقيه جاي يعني يأتي إلى السفارة بعد بداية الدورة بالأسبوع. مشكورا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية الأخرى، بيقولوا ما فيش مشكلة يشرف، وحنعوض لهم تأخر بيوم يومين، وحنعوض لهم ساعات التدريب. أخيرهم كان دورة أمنية برضو، ويعني تحدثت مع السيد اللواء رئيس أكاديمية الشرطة، وراجل مشكورا قال لي ما فيش مشكلة، الأسبوع اللي فاتهم حنكسف لهم ما فاتهم من دراسات. يعني مثلا بيخلصوا المحاضرات أو التدريبات مثلا الساعة 3، حنقعدهم مثلا لحد الساعة 6 بحيث ما يكونش فاتهم الاستفادة من الكاملة من الدورة. في نقطة كمان بقى، بيجوا المرشحين وبيجوا في معادهم تمام، وبنرسل إلى القاهرة، والقاهرة بتقوم حجز التذاكر، ونيجي يوم السفر نبدأ علشان عايزين نسلمهم يعني التذاكر، طبعا تذكرته صحيح، لا غيرت رأيي، أنا عندي ارتباطات مش حاضر أسافر. المرشحين فبتتكبد الدولة المصرية خسارة ثمن التذكرة والغرامة المترتبة على عدم ذهاب، يعني إلغاء التذكرة تترتب عليه ده طبعا، مترتب عليه غرامة طبعا، هو نو شو، وبعدين مفيش فسحة من الوقت ان هننزل هننزل ادور على واحد تاني، مفيش يعني، فبتبقى مشكلة يعني دي احيانا بتحصل. عشان كده انا يعني تفاديا للموضوع، لما حصل الموضوع ده كذا مرة تفاديا الموضوع ده طلبت من القاهرة ان كل دورة اطلبوا مننا، شوفوا مثلا انتم محتاجين 10 قول لي حط لي 5 احتياطي، محتاجين 3 قول لي حط لي 3 احتياطي، بحس ان لو في حد تخلف او لقيت ده تخلف على طول اقوم بعت له يكون معايا ورق الاحتياطي اقول له غير التذكره باسم فلان، يعني بس برضه بيترتب عليها غرامه ماليه. صحيح. يعني حاليا انا اللي فهمته من حضرتك بتقول في بعض الناس بيرشحوهم وبيقبلوا الترشيح،
وبعد ما تجي التذكره بيجي بيقول لك يا انا ده ما نقدرش نمشي، يعني انا ده ممكن مشغول، انا ده يعني بحجز تذكره وبحجز محل شخص اخر ويوم السفر ولا هو يستفيد ولا في ثاني ويوم السفر. دي ممكن رساله نوجهها للساده، يا ريت هذه رساله ان احنا نوجهها للساده المشاهدين، يعني نقول يا جماعه في دورات بتجي من جمهوريه مصر العربيه وفي ناس بيرشوا نفسهم وبيشيلوا الدورات دي، يعني بكتب اسمه ودمت التذكره بجيبوها، بعد ما يجيبوا التذكره بجي بقول للسفاره انا ده ما بنقدر نمشي. يعني الناس دول يا ريت من اليوم يومنا ده اللي قدام، اذا كان انت ما عندك رغبه تمشي واذا كان ما عندك امكانيه للمشاركه في الدوره دي عليك ان تترك الدوره للناس المحتاجينها، ما ينفعش ان تضيع فرص لناس محتاجين اكثر منك. جميل جدا سياده السفير، ان احنا تحدثنا كثير جدا عن الجاليه، تحدثنا عن الطلبه اللي موجودين في 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 جمهوريه مصر العربيه، ولكن دايرين نعرف مجال العلاقات حاليا بتسعى السفاره لتحقيقه بين جمهوريه مصر وجمهوريه تشاد. ان احنا معروف دوله تشاد عندها كل المجالات اللي محتاجه لها مصر، كذلك تشاد محتاجة لمصر في جميع الخبرات في مجال الزراعة، في مجال التعليم، في المجالات الأخرى، أو في مجال حتى الثروة الحيوانية. جمهورية مصر العربية الآن بتستورد لحوم من بعيد جدا، ونحن عندنا اللحوم في تشاد موجودة رخيصة. في المجال ده حدثنا السفارة هناك إيه اللي بتبذل السفارة، أو خلينا نقول إيه اللي بتقوم به السفارة في تعزيز العلاقات بين مصر وتشاد في هذا المجال. سؤالك ده بدور له وقت يا صحيح. بالمختصر المفيد، خلال السنتين الماضيتين تم يعني استحداث أمور كثيرة وخاصة في مجالات التنمية، ومنها كما تعلم الزراعة والثروة الحيوانية وأيضا مجالات التدريب المهني، وخاصة كما تذكر أن المجال الثروة الحيوانية مجال مهم لتشاد. تشاد اليوم تمتلك 80 مليون راس، ما لا يقل عن 80 مليون راس في الإحصاء الأخير، وهناك حاجة في السوق المصري للمشي، وتم اتصال بطريق وزارة الثروة الحيوانية التشادية بطريق وزارة الزراعة، وتم إرسال وفود من الجانبين، وتم حتى عقد اتفاق مذكرة تفاهم ما بين الحكومة المصرية وما بين حكومة تشادية بتوصيات من فخامة الرئيس شخصيا خلال الزيارة التي قام بها لجمهورية مصر العربية، وتم تجهيز بعض الأمور الإدارية لكي يتم استيراد، كما تعلم سابقا لأن تشاد كانت مدرجة بين الدول التي لا تستطيع أن أنت تستورد منها اللحوم، لكن أخيرا تم منح رفع الحظر تشاد من اسم الله. فعلي كان لنا دور مهم جدا في أن نقوم بتوجيه السلطات المصرية بأن تشاد تمتلك كميات كبيرة من الرؤوس الماشية، ولا بد أن الجانب المصري يهتم بذلك، وتم إرسال وفود مصرية من القوات المسلحة المصرية وأيضا من وزارة الزراعة المصرية، والآن نحن في طريقنا إلى إن شاء الله عقد اتفاقية، لأن كما ذكر سيادة السفير أيضا دي نقطة جانبية، الطائرة التي تأتي من الكربو الشحن الطائرة تأتي ما الآن 40 طن لكن ترجع فاضية. طيب ترجع فاضية دي الخسران يده، هنا لابد أن نستفيد من الرحلة، من أن ترجع فاضية دي ما طيب ما نملاها بنقول المنتجات التشادية، عندنا روز ماشية، عندنا صمغ عربي متوفر، عندنا منتجات تشادية متوفرة مثلاً زي الفول السوداني، كل السمسم كل هذه المنتجات متوفرة في تشاد. فعلينا يعني نقدم لإخواننا التشاديين، أيضا الحكومة بذلت جهدها، وأيضا لإخواننا التجار التشاديين عليه أنه يفتح مجال التعاون مع جمهورية مصر العربية، وفي مجال لكن عليه إحنا بنحاول أن حتى تكلمنا مع إخواننا في الغرفة التجارية لعمل زي ما نسموه يعني كمؤتمر مصغر صحيح. لجمع
رجال الأعمال الشاذين حتى يتم يعني مناقشة، ونحن جارين في ذلك ومع سيادة السفير أيضا لعمل شيء زي ذلك. جميل. أنا 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 خلينه السؤال كلامك كلام جميل جدا، خلينه حيل السؤال ده إلى سيادة السفير. سيادة السفير، نحن الشاذين محتاجين للخبرات المصرية، الخبرات المصرية خبرات كبيرة جدا في مجال الصحة، في مجال الزراعة، في كل المجالات المصريين لديهم خبرة، وكذلك المصريين محتاجين للمواد للمواد التشادية. لو أنا عشت في جمهورية مصر العربية حوالي 6 سنة، اللحمة عندكم غالية قوي، يعني الكيلو اللحم حوالي تقريبا بألف ريال تشادي، يعني 4 كيلو هنا بتجيب لها خروف كامل. الآن انت ذكرت كون عندكم طيارة شحن بدد بتحمل بضاعة من مصر إلى جمهورية تشاد، ولكن من تشاد إلى مصر بتمشي فاضية، ليه ما تستفيدوا من اللحوم اللي موجودة عندنا والبضائع الموجودة عندنا؟ هو كما تفضل جناب السفير، هو الموضوع في يعني في مراحل التنفيذ، هو حتى الآن ودي بأوامر مباشرة من يعني آخر لقاء وجمعنا مع فخامة الرئيس إدريس ديبي. احنا دلوقتي ضمن الاتفاق ان سيتم تخصيص قطعة ارض لإقامة مزرعة مصرية متكاملة. هذه المزرعة ستشمل الثروة يعني الزراعية السمكية، تمام. البعثتين المصريتين اللي جم كانوا جايين مخصوص بخصوص موضوع الثروة الحيوانية. في بعض المعايير وبناء عليها بالنسبة للموضوع الدبح، يعني في معايير معينة يعني مواصفات كده معينة، ف يعني تم التفكير في أن المزرعة تشمل مدبح أو سلخان أبتوار. ثم كان وجه فخامة الرئيس معالي وزير الثروة الحيوانية أنها تشمل أيضا مصنع لمنتجات الألبان، الزبدة، الجبنة إلى آخره على نفس هو إحنا في انتظار تخصيص قطعة الأرض بحيث أن يعني هو غالبا يعني في تقديري أن القوات المسلحة هي اللي هتكون بالأمين القاطرة وينضم إليها بعد ذلك وزارة الزراعة المصرية، طبعا بالتعاون مع وزارتي الثروة الحيوانية، وزارة الأراضي والثروة الحيوانية الشادية ووزارة الزراعة الشادية، حتى تكون هذه المزرعة نموذجية ونموذج يتكرر. يعني حاليا لدى الطرفين تشاد ومصر كونه يمنح المصريين أرض تشادية يقيم فيها المصريون يعني زراعة سمكية، زراعة ثروة حيوانية، وكذلك مصنع منتجات الألبان. مصنع منتجات الألبان ده حاليا يعني مشروع جاري الأمل فيه. وأيضا كنا في آخر لقاء مع فخامة الرئيس تكلمنا فيه. تفضل يا فندم. وأيضا حتى القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص المصري رحب، وأنا كل يومين أو ثلاثة يزورني مسؤولين من الاستثمارات المصريين لعمل مزارع نموذجية في تشاد، لأن وجدوا أن المنتج التشادي مرغوب في مصر. فعليه الآن إحنا لابد أن الحكومة وأيضا القطاع الخاص والغرفة التجارية نقوم بدعم هذا، لأن المنتج جاذب، فلماذا لا نقوم بذلك؟ وكما ذكر السيد السفير بأن هناك توجه حكومي، توجه من السلطات العليا بأن لابد أن نزيد من هذا المجال، وخاصة مجال الثروة الحيوانية، وخاصة في الزراعة، لأن الرئيس شخصيا الرئيس إدريس ديبي زار المزرعة النموذجية في شرق العوينات وقام بإبداء يعني إعجابه بذلك، وذكر ذلك لرجال الأعمال المصريين أثناء زيارته، ورحب وأعطى كل التسهيلات من جميع الجهات بأن سوف يتم منح وتم منح هذه الأرض، وسوف إن شاء الله خلال الأيام القادمة سوف نقوم بعمل نتمنى ذلك. أظن هو يشير إلي المخرج أن الزمن انتهى، لكن كلمة أخيرة ممكن يوجهها السفير جمهورية مصر العربية إلى جمهورية تشاد، ما هي الكلمة التي توجهها سيادة السفير إلى الشعب التشادي؟ إلى الشعب التشادي الشقيق طبعا أوجه له التحية والتقدير على ما نلقاه هنا من حفاوة ومن كرم ومن تعاون سواء من الشعب أو من الدولة التشادية.
وأنا أعدكم أن سواء إحنا وإخواننا في السفارة السعودية في القاهرة بنبذل وسنبذل قصارى جهدنا أن إحنا نحدث نقلة وقفزة نوعية في العلاقات ما بين البلدين، ومشيئة الرحمن ستشهد العلاقات 2016-2017 مزيدا من التطور ومزيدا من الازدهار ومزيدا من التقدم. جميل، كلمة أخيرة، الوقت انتهى. أتمنى الازدهار لبلدنا، وأتمنى أثناء وجودنا في جمهورية مصر العربية بأن نقوم بتطوير العلاقات البينية بين تشاد وجمهورية مصر العربية. وأيضا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأنا أتقدم ليك يا أخ فاضل بكل تقدير، ولتلفزيون تشادي لأنه سمح لعرض بعض أو أقل من القليل من بعض العلاقات الطيبة التي تربط جمهورية تشاد بجمهورية مصر العربية. جميل، أنا كمان بدوري أشكركم لحضوركم معنا، واليوم غنيمة أول يوم فرصة يعني تجمع بين سفيرين لدولتين، هذا كلام جميل جدا، والموضوع يخص العلاقات التشادية المصرية. سمعنا من الجانب المصري وسمعنا من الجانب التشادي. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، والتي ناقشنا فيها قضايا مشتركة بين مصر وجمهورية تشاد. لدينا أسئلة كثيرة كان بودنا أن نخلصها، ولكن كما يقال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. بالنسبة للملاحظ في هذه الحلقة، كون هناك دورات تدريبية تأتي إلى السفارة المصرية، وفي بعض التشاديين يرشحون أنفسهم لأخذ هذه الدورات، ولكن للأسف الشديد في آخر لحظة يتخلفون عن الذهاب إلى جمهورية مصر العربية، بمعنى ضيعوا الفرصة، لا هم استفادوا منها ولا تركوا الفرصة للناس التانيين أن يستفيدوا منها. نتمنى من اليوم فصاعدا، إذا كان الشخص وجد منحة من مصر ولم يستطيع أو ليست لديه رغبة، أن يترك الفرصة للناس التانيين في وقت مبكر، حتى تستطيع السفارة أن ترشح شخصا آخر لكي يستفيد من هذه المنحة أو من هذه الدورة التدريبية. تشاد تعد سوق مفتوح أمام المنتجات المصرية والخبرات المصرية، أيضا نحن التشاديين محتاجين إلى هذه الخبرات. وكما أكد السفيران في هذه الحلقة أن الأمور تجري على قدم وساق لتوطيد العلاقات في المجال التجاري، في مجال التجاري أن تشاد تمنح جمهورية مصر العربية قطعة أرضية مساحة كبيرة جدا لكي يقيم عليها الخبراء المصريون خبرتهم ونستفيد منها نحن التشاديين. أشكركم لحسن المتابعة، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة. ولكن في نهاية الحلقة دعوني أن أشكر ضيفي السفير أدهم محمد نجيب، سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية تشاد. أشكرك سيادة السفير. كما دعوني أن أشكر ضيفي الثاني في هذه الحلقة، وهو سيادة السفير حسن آدم آجي، سفير جمهورية تشاد بجمهورية مصر. أشكرك سيادة السفير. أشكركم على حسن المتابعة، وسنلتقي في الأسبوع القادم من برنامج قضية للحوار. أترككم في رعاية الله. شكرا سيادة السفير. شكرا سيادة السفير.